مثل كل تنين بنبدا بالانس اكيد بخبريه رندا، ولكن بدي اذكر برقمنا 0444444 ناطرين كمان اتصالاتكم اذا عندكم اي سؤال لرندا، وما تنسوا كمان صفحه الفيسبوك لام تي في الايف. بونجور رندا. بونجور سينا، كيفك اليوم؟ منيحه، انا كمان اشتقت لك. انا كمان اشتقت لك عن جد. يلا ويلكم باك. ثانك يو. شو هي خبريتك اليوم؟ خبريتي اليوم تينا عن البارتنرز، يعني بيبقى واحد يمكن مدامته، اما المدام يمكن جوزها، اما اشخاص عم يظهروا مع بعضهم، وبصير واحد من البارتنرز بده الثاني يكون كثير ضعيف. هيدي ضغط. هي ضغط. وهيدي اكيد اللي عم يسمعوني كثير اشخاص عايشينها. نعم. هلا بالابحاث تبين انه قد ما هو الشخص الثاني عم يعملها من محبه، يعني محبه للثاني، انه منيح تكون اضعف. هلا محبه للثاني او محبه لحاله؟ هلا منيح تكون اضعف فيها تكون محبه كرمال صحه الثاني، بس هو كيف الثاني بده يتقبلها. فاجمالا الاشخاص بيتقبلوها بشكل انه انت ناصح او انت ناصحه، منك اتراكتيف او منك اتراكتيف، ما عم تجذبي. فهون صار عندنا لا، بحس واحد بشغله بنقص عنده. هلا التجاوب كيف عم يكون؟ التجاوب فيكون بطرق مختلفه كثير، بس اكثر التجاوب احصائيا تبين انه الاشخاص البارتنر الثاني عم يكون عم يعمل رجيم كثير كثير قاسي، رجيم الفاستينج، حتى يكون عم يرضي الشخص الثاني، او يمكن عم ياخذوا بيلز، او الكثير كثير منهم عم يلتجئوا لشيء اللي بنقول له بنج ايتينج، يعني اللي هو على جنب ياكلوا كميه كثير كثير كبيره وبيرجعوا بيستفرغوها. وقدام الزميل عندهم ما بيكونوا عم ياكلوا كثير. فهون واحد بده ينتبه، يعني من وراء هذا الاحصاء، من وراء هول الدراسات، كان في دعوه انه لا، نحن بدنا ننتبه وقتها عم نقول. بعدين في ليفلز، يعني فيك انت بطريقه محببه تنبهي الشخص، وهلا بنحكي عن كيف الواحد يعملها، او فيك تكوني بطريقه كثير قاسيه عم تقولي له انه لا، انت لازم تعمل دايت. وكل هالبنج ايتينج، اما اخذ البيلز، اما الصيام، هو كان عند الاشخاص اللي الثانيين كانوا بطريقه كثير قاسيه وكثير مصرين عليهم، انه كل ما يشوفون، كل ما يكونوا معهم، كل ما قاعدين عم يتحدثوا، بيكون في بالحديث انه انت او انت لازم تخسري وزن. نعم. وهيدا كمان ما تنسي تينا، بيصير الرجال لعند النساء، ونفس الشيء اوقات النساء عند الرجال، منا ميله وحده. هلا بالنتيجه كمان باخر هالريبورت كان عم ينقال انه لكن الشيء اللي نحن دائما بنقوله، انه نحن بطريقه محببه لازم مثلا اذا بنحب البارتنر يكون ضعيف، نعمل اكتيفيتيز، اوقات رياضه. نعم. نعمل تعال نروح على البايسكل، تعال نروح نمشي هيك، مش بطريقه انه بدي اياك تضعف، انه تعال نعمل هيدي الخبريه، او نحن وبالمطعم، مش انا بدي اكل 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 واتطلع فيه، انت انتبه خفف، انه تخفف، يمكن اشتري نشتري البليت ونكون عم نشاركه سوا. نعم. او مش انا اجي بدي اكل البوظه، اما الديزرت والبارتنر ممنوع ياكلها، يا انه نحن بدنا نقسمها بالنص، يا انا كمان بدي ما اكون عم باكلها قدامه. نعم. فهون المساعده بدها تكون مثل ما نحن بنساعد حيلا شخص عم يعمل رجيم، مثل ما بنساعد الصغار، هيدا شيء مساعدة بدها تكون بطريقة محبة الثاني. نعم. وبطريقة توفير الأشياء اللي هي هيدا لإله. أكيد. حلوة خبرية. وبعدين أهم شيء أنا بحس هون إنه كمان بالبيت المسألة مهمة، يعني حسب الأغراض اللي عم نشتريهم بالبيت والأكل اللي عم نوفره. طبعاً. البيت يكون للاثنين. طبعاً. يعني خصوصاً مثل ما قلتي إذا أشخاص مجوزين، يعني أصعب وأصعب بتكون. أكيد. وفيها تكون أهياً وأهياً. إذا ساعدوا بعض. إذا ساعدوا بعض. فهون المساعدة بدها تكون مثل كل شيء. بنرجع على موضوع تينا، وأصلاً حلقتي كلها اليوم على هالموضوع. نعم. إنه مثل كل شيء هو تخطيط، هو رواق، بده رجيم، تفاهم مع بعض. نعم. فهيدي هي وحده من الاشياء اللي الاشخاص البارتنرز بدهم يشتغلوا. نعم. عليها بمحبتهم وتفاهمهم. ليه رندا الواحد بعد ما يكون عمل افار ولحق دايت وطول باله وقيمته بتاخذ فتره، يعني اشهر الواحد طبعاً. ينزل هالوزن اللي هو حاطط بباله بده ينزله طبعاً. بيوصل لمرحله بيرجع على النورمال فيز اذا بدك، وشوي شوي 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 بيرجع بيزيد الوزن. بيزيد الوزن.
تينا هيدي حلقتنا اليوم، يعني ليش الشخص اللي عمل ريجيم وتعذب ووعد حاله ووعدك ووعد الدايتشن انه انا ما بنصح ابدا، بعد فتره بتلاقيه انه رجع نصح. اول شيء اللي بدي اقوله، هذا الاحصاء اللي بتسمعوا عنه انه 95% من العالم بيزيدوا بالوزن، هذا احصاء منه مزبوط 100%. هذا احصاء انعمل مع 100 شخص، يعني عمل دراسه على 100 شخص، 100 شخص من اصل البوبوليشن ابدا ابدا ما بتأدي. ولكن الاحصاءات الثانيه بيّنت أنه في أشخاص بيزيدوا بعض من الوزن، في أشخاص بدهم كتير وقت ليزيدوا، في أشخاص ما بيزيدوا. هلأ نحن اليوم بدنا نحكي عن هول الأشخاص اللي بيزيدوا بالوزن. عدة أسباب بتخلي واحد يزيد بالوزن، رح أترك السبب الأساسي للأخير. هلأ رح بلّش أنه أوقات بيكون واحد عمل رجيم وعايش حياة كتير مرتاحة، فجأة بيصير عنده وضع بيكون كتير ستريسفول. فوضع الستريس ما بعد واحد عم يفكر بالنظام. فإذا لأرجع لفكرة الرجيم، هو نظام أكل. نظام أكل. فإذا هون أنا بدي أتعلم من أول ما أنا عم بعمل رجيم أنه نظم أكلي للأخير، دايما بده يكون عندي نظام أكل. فوقت يكون واحد أندر ستريس وهو مش معلم أنه ينظم أكله، أو يمكن ستريس خليه ما يقدر ينظم أكله، هون معقول يكون عم يزيد بالوزن. هون ستريس فيكون ستريس من شغل، تغيير شغل، فوتة جامعة، فحوصات، ستريس بالبيت، عدة أسباب بتأدي ليكون واحد أندر ستريس. هيدا نهيك عن كمان الستريس، دايما بحكي عن هرمون اسمه الكورتيزول. كورتيزول موجود عندنا، ولكن هو وقتها يعلى زيادة عن زوم، هو بيعلى وقتها واحد يكون أندر ستريس. الكورتيزول بيخلي العالم تاكل أكتر. فهون الشخص بيصير ياكل أكتر، غير انه وقتها تكوني اندر ستريس قلنا ما نظمتي، فبيصير حيلا شيء قدامك بدك تاخذيه وتاكلي، ما بتكوني عم تفكري بشو عم تاكلي. حتى يمكن فيك بستريس تقصصي حالك ضلك عم تاكلي لما يقعد فيكي يعني وخلص وتفوتي تنامي. فشت خلق. فهيدي واحد من الاسباب. هلا في اسباب ثانيه، اوقات واحد بيمرق بحاله مرضيه، حاله مرضيه يمكن في مشاكل بالغده، بيكون في هايبوثايرويدزم، الغده ما بتقعد تفرز مزبوط، وهون دائما بدنا نحن نعمل الفحوصات لنشوف اذا هالشغله هي مرضيه لنكون عم نعالجها. اوقات في عندنا مشكله المينوبوز، الاندروبوز، هول كمان اوقات بحياه الاشخاص النساء والرجال كمان بيتعرضوا فيها لزياده بالوزن، بده واحد يكون منتبه لها. هلا اسباب كثير ثانيه كمان موجوده، ولكن من احد الاسباب هو قله النوم. يمكن نحن بنكون عم بوقت معين نايمين بطريقه كثير مضبوطه، ولسبب او لاخر، حتى يمكن يكون تغيير بالشغل، يمكن امراه مولده في اولاد، حتى وقت يكون في بيبي المراه والرجال بيضطروا يوعوا بالليل. فهون كمان قله النوم. حكينا قبل عن كيف كل الهرمونات بتترخبط، الجروث هرمون اللي بيساعد الصغار لينمو نحن بيساعدنا نحن ونايمين، نحن بيأثر، حتى هو لازم يشتغل نحن ونايمين. وقتها يشتغل بنكون نحن جسمنا مرتاح، وبيكون عم يساعدنا نكون عم نحافظ على الوزن. فنحن وقتها ما ننام كمان هيدا الهرمون كمان بيرخبط، مثله مثل هرمونات كثير ثانيه كمان بتلخبط. رح نحكي عن باقي الاسباب، بس عنا ليلى على الخط. الو الو، صباح الخير. الو صباح الخير، تفضلي ليلى. بليز بدي اسال مدام رندا، انا معي كوليسترول وباخذ دواء، بدي اسال عن شغلتين. فضل. اذا كان المنتجات المعزه اجبان وقلبان فيني اكل منها او لا؟ وبعدين انا باخذ بذر الكتان، قالوا لي على شيا سيدز انه كثير منيحه، فيني اخذها؟ وكيف فيني اخذها اذا فيني اخذ اثنين سوا؟ وشكرا كثير. حلو، حلوين اسئلتك. اول شيء لبن لبنه ومشتقاته، عم تحكي للجوت تشيز، معزه. المعزه كمان فيهم فات ليلى، فهن نحن اذا حدا عنده مشكله كوليسترول لازم يخفف الدهنيات المشبعه ساتوريتد فاتس، والساتوريتد فاتس كمان موجوده باجبان وقلبان المعزه. فمش اذا اكلناهم معزه يعني هو اللي منيح للكوليسترول. نحن اذا بدنا ناكلهم بدنا ناكلهم قليلين دسم. اذا في مشكله كوليسترول لازم نكون عم نشيل الساتوريتد فات، اما عم نخففه. المعزه مثل البقر، المعزه مثل البقر بالنسبه لشخص عنده مشكله كوليسترول. هذا اول شيء. ثاني شيء بذر الكتان كثير منيح في الاوميجا 3 اللي هو بيقدر بدنا ناخده مطحون. شيا سيد كمان كثير منيحه. هلا كيف فينا ناخذها؟ فينا ناخذها بطرق مختلفه، يعني شيا سيد فينا ناخذها ونكون عم نعملها
سخن بفنجان السخن كنا عم ناخذها، كنا عم ناخذها بالطبخ. فكيف انت عم تاخذي الفلاكسيد او بذر الكتان؟ نفس الطريقه فيك تاخذي. بتساعد بحاله الكوليسترول، بتساعد بحاله، فيهم دهون لانه هول البذور. طبعا البذور دائما فيها دهون، ولكن هيدي الدهون هي الدهون المنيحه تينا، ودائما وقت ناخذ دهون المنيحه هيدا الشيء فيكون عم بيساعد الكوليسترول. فليش لا؟ هلا بس حتى كمان نكون كثير دقيقين، اذا عم قارن للكوليسترول شيا سيد مع الفلاكسيد او بذر الكتان، انا في يقول لهالكيس بالذات بذر الكتان هو احسن. اها اوكي. كمان اتصال. الو الو بونجور فاطمه، تفضلي. بونجور حبيبي، انا بس بدي اسال عن فئات الدم، بدي استشيرها بفئات الدم. نعم. انا صار لي تقريبا شيء اكثر من 15 سنه ماشي على فئات دمي. شو فئات دمك فاطمه؟ ابي بلس. اوكي صح. فيني اسالك ليه اعتمدت هيدا النظام؟ لانه انا تقريبا اهلي يعني عنا اياها بالعائله، هيدا بالنسبه للقلب والشرايين وهيك. عندكم هالمشكله؟ نعم. اي وبعدين طبعا القلب والشرايين يعني في ضغط، وفي عندي ماما واخواتي في عندهم اياهم. هلا انا ماشي على فئات الدم يلي ما بيعمل لي لاكتين، ويلي يعني في اكل كثير، مثلا الموز انا بطلته، اوكي الافوكا بطلته، المانجا بطلته. نعم. كل شيء فيه لكتين بضر لي الشرايين. سؤالين، انت عم تاخذيه كرمال تحمي الشرايين والقلب؟ ايوه. هيدا شغله ثانيه، انت وقت اعتمدتي هيدا الرجيم كنت حدا خبرك عنه اما قريتي عنه بكتير؟ لا طبعا قاري عنه، قاري كتب كثير عنه هيدا. نعم. الرجيم بس. نعم. سؤال الدكاترة كتير ما بيقولوا انه هيدا الشيء منه ثابت. انت لقيتي نتيجة؟ ليه النتيجة بعد هالعشر سنين؟ طبعا انا الحمد لله لحد هلا بعمري انا. طيب فيني اسالك شو، فيني اسالك شو سؤالك لنا اليوم؟ نعم. شو سؤالك؟ سؤالي انه هل في الرجيم فئات الدم مضبوط ومعتمد؟ اوكي. هلا انا فهمت كنا مرة عن هالموضوع بحلقة. هلا فئات الدم قاري كتب كتير، ولكن كتب الكتير هن كتاب واحد لشخص واحد اسمه دكتور دادام، هو اللي عامل هالكتاب. فقد ما كان في كتب، النتيجة هي جاية من هالدراسة اللي هو عملها. هذه الدراسة نحن كأخصائيين تغذية نحن ما بنمشي فيها، لأنه ما إلا نحن وقت نكون عم نمشي بدراسات معينة بده يكون عمل كذا دراسة عليها، بده يكون في إثباتات كتير عليها. هون حتى هو الشخص اللي كاتب هيدول الكتب بيقول انه ما في اثبات عليها. نعم. فعم تساليني رايي، لا انا ما بمشي وبنصح انه نمشي بخبريه فئات الدم. نعم. ولكن ليش بحس واحد حاله مرتاح وليش بحس حاله واحد هي قالت انه عم تلاقي نتيجه طبعًا. ومبسوطه طبعا. هلا اول شيء في لانه قاطعه هالمأكولات اولا يعني؟ فيكون جسمها هو جسم منه معرض، يعني في بالعائله مشاكل بالشرايين، مشاكل بالقلب، ولكن عند فاطمه هي جسمها ما عنده هالمشكل. نعم. ففيكون انت ما عندك هالمشكل. ثاني شيء، ما زال فاطمه عم تقرا عن فئات الدم، يعني هي عم تقرا عن كثير اشياء صحيه غير لها علاقه بالرجيم، فبعتقد هي كمان عم تعمل اشياء صحيه، يعني يعني ما عم تاكل مقالي، يعني ثابت عم تاكل مضبوط هيك مضبوط. وثالث شغله، في اشياء اللي هي عم تعملها اليمينيشن، عم تشيلها من اكلها، لانه عم تشيلها هي عم تحس حالها كمان مرتاحه. فاذا بالنتيجه اذا بتطلعي مضبوط بتلاقي انه انت ماشي برجيم صحي مضبوط، الرجيم الصحي اللي نحن بنحكي فيه. نعم. بالنتيجه ومشان هيك الجسم هو بس يميت بهول الدايتس بيقطعوا مأكولات ما بتكون عم بتضرهم مزبوط، يعني يمكن عم بي مزبوط ما عم بيستفيدوا من وجودها بالنظام، من وجودها هيدي هالمأكولات. مشان هيك انا بقول انا ما بأيدها 100%، وحتى اذا واحد بده يعمل هول بنقول لهم اليمينيشن دايت، يعني نحن بنشيل اكلات معينه. ايه. وقتها نقطعها لازم نكون عم نحكي مع اخصائي التغذيه، حتى اذا قطعناها شو فينا ناخذ بمقابلها يكون عندنا نفس بدل. القيمة الغذائية بدالة. كمان اتصال. ألو ألو بونجور. بونجور مين معنا؟ كيفكم؟ صباح الخير، معك ميرنا. أهلين ميرنا، تفضلي. كيفك مدام رندا؟ الحمد لله كتير منيحة. تفضلي ميرنا. أنا بدي أسألك بس بليز بتجاوبيني من بعد ما سكر. ايه تفضلي. شو سؤالك؟ بس اسمعك مزبوط. عم بقول عن الوزن، انا من انا وصغيره ناصحه وعلى طول بعمل رجيم، بضعف وبنصح، بضعف وبنصح، بضعف وبنصح، مع اني ما باكل كثير. لو وصلت لوقت اني عملت العمليه، عمليه تكبيس المعده،
من شي 12 سنة. أوكي. ضعفت منيح أول ما عملتها شي سنتين ثلاثة، بعدين بلشت أرجع أطلع 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 لدرجة أنه جاتي أني يمكن أخذت الوزن تقريبا مش اللي هو اللي أنا كنت فيه، أنه رح أوصل له. وصار عندي رفلي كتير قوي مع العلم، بعدني ما باكل وبعدني سوري يعني بالتفريغ وكتير متضايقة. فالحكيم هلأ حاليا قرر يعمل لي الباي باس، لأن صار عندي رفلي قوي ما بقاش فيني أتحمل. أوكي. فبدي يعمل لي هلأ الباي باس. فشو بتقولي لي أنه هالشي أنه عن قصة الأكل قصة أنه برجع بنصح؟ أوكي. صراحة ما بعرف شو شو السبب. أوكي. بس بليز بس تخلص جاوبيني بس أكيد إذا بتسأليني السؤال. يلا ناطرينك. أوكي طيب، لكن عندي تكبيس المعدة. هيدا هو فحوى حديثنا. كنت عم أقول كمان لح أرجع أحكي عن شغلتين، وإذا ما خلصت بكرة بكمل، لأنه بدي كمل عن توقيف التدخين وزيادة الوزن. فموضوعنا رح يكون اليوم وبكرة عم يكمل بعضه. كنا عم نحكي أنه يمكن هون ما في حالة مرضية، ما في ستريس معين. في شغلتين تانية بدي أحكي عنهم. الهرمونات اللي بجسم فيها كتير تأثر. نحن وقت نكون عم نضعف في عنا هرمونين هون بيشتغلوا. في هرمون اسمه لبتين. إذا كنت عم تنصحي، هرمون اللبتين بيكون موجود بالزيادة وبقول لك وقفي أكلك. هلا وقت الشخص يضعف 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 بخف اللبتين، فبتحسي حالك جوعانة. مزبوط، اللي واحد ضعف بعد فترة بحس حاله بعد فترة معينة إنه إيه أنا عم جوع وما عم بشبع. مزبوط. في هرمون تاني اسمه الجريلين. الجريلين كمان موجود عندنا، موجود بالمعدة. هيدا الهرمون نحن كمان بيأثر على جوعنا. مشان هيك هون وقت واحد يعمل نشيل بارت من المعدة، هذا البارت من المعدة بنشيل المحل اللي فيه إفرازات الجريلين. مشان هيك كمان وقت يكون في هالعملية ما بعد واحد يجوع تينا. فهي من أحد الأسباب. أوكي. ليش ما بيجوع الواحد. هلأ إجا واحد وضعف وعرفنا أنه فيها الهرمونات، بدنا نقعد نتفرج عليهم؟ لا. هل فينا نعمل شيء؟ أكيد فينا نعمل شيء. اللي فينا نعمله هو بدنا نعمل نظام أكل. فإذن لح أرجع لأول جملة قلتها، دايت هو كلمة دايت يعني رجيم، يعني نظام أكل. بس عم تقول أنه ما عم تأكل زيادة. هلأ ما عم تأكل زيادة ككمية. أنا من وراء خبرتي بعرف الكمية فيها ما تكون زيادة، ولكن النوعية فيها ما تكون مظبوطة. والنوعية وقت يكون نحن عاملين عمليات بارياتريك سيرجري، لنكون يا عملية بالمعدة يا الباي باس يا حيالة شيء منهم، بيصير واحد يحتال على أكله، بيصير يأكل كميات صغيرة بس بتكون على طول موجودة كل ساعة ساعتين بدل ما يكون كل ثلاث أو أربع ساعات. بيصير واحد يأكل حلو أكتر لأنه الحلو ما بيضايق. بيصير يأكل إشي. فإذن هون بيصير واحد يمكن بيطحن الجوز واللوز بطريقة انطحنت ما تعود ضايق، ولكن وقتها تنطحنتين بكون عندنا كمية كتير أكتر. كبيرة. فهون شو بتنصحيها تعمل؟ لأن هي عم تقول الحكيم قال لها أنه ترجع تعمل الباي باس. مش غلط تعمل باي باس، ولكن فيها كمان بالباي باس ترجع تنصح إذا طريقة الأكل ما عم تكون مظبوطة. أفضل تستشير. نصيحتي أنه تروحي عند أخصائية تغذية. على الأكيد فيها تساعدك 100% الأكل بالنظام. حتى فينا مثلا أنا في أعرف أنه هيدا الشخص إذا مش ضروري نظم له على طريقتي، بدي نظم له على الطريقة اللي هي بترتاح لها، اللي الشخص هو بتناسبه. فإذا هون بدنا نمشي بهيدا النظام، ساعتها نقدر بنشوف شو هي المشكلة. إذا ماشي بالنظام اللي هو مزبوط وعم تنصح، لا ما بتأدي الباي باس، لازم نعمل فحص جنرال لكل شيء بالجسم لنعرف وين المشكلة. لأن نحن حكينا عن كذا سبب ليه الواحد بيرجع بيزيد وزنه بعد الدايت. رح نكفي هذا الحديث لازم نكفي بكرة إذا رح ناخد بريك مشاهدينا ومنكفي سوا لايف.